السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو صمدي. هذا النهار ان شاء الله نقدم لكم واحد الحلقة ديال علافة مجانية، يعني بصفر درهم انكم ممكن انكم توجدوا الارانب ديالكم، واحد العلافة اللي تعلقوها في وسط الكاج، وفي نفس الوقت انها تكون متينة، ما تكونش من البلاستيك، يعني ان القنين كياكلوا البلاستيك وكياكلوا حتى الخشب، يعني كيبقاو نجرو بسنيهم. اما هذا النهار غادي نديروا واحد حلقه خاصه بعلافه ممكن ان تكون عندكم غير اسطوانه من هذا الشكل. هذا دابا هذه راه كتستعمل اوسان، كاين مكتوب هنايا زيت الفران. الادوات اللي ممكن انكم تستعملوا، مقص، ديال الاشجار هذه، او منشار، حتى منشار ممكن يخدم. وبلا شك على انكم كلكم عندكم بانس عادي. اللي بغيت ننبه ليه في هذه الحلقه وهو هذا الاسطوانه اللي ممكن انكم تكون عندكم، ماشي من لاب ما تكون يعني شي حاجه ديال فليتوكس مثلا، شي حاجه ديال المبيدات بحال دابا نقولوا مثلا هذا الشكل، هذا راه فليتوكس ديال الحشرات. هذا ملي كتقبوه كيطلق واحد النفس، يعني واخا كتغسلوه كتبقى فيه ديك الريحه ديال المبيدات الحشريه. وممكن ان الارانب ديالكم ينفروا هذا النوع ديال الرائحه اللي كتكون فيه. اما بالنسبه لهذه كيكون فيها غير زيت ديال الفران ديال الطوموبيلات. ممكن انكم يكون عندكم هما بجوجهم اسطوانيين بحال هذا الشكل هكا، ولكن من الاحسن يكونوا هادو ماشي النوع اللي فيهم الغاز، يعني اللي كيترش، ويكونوا شي مبيدات ديال شي ادويه ممكن انك تأذي لنا الارانب ديالنا. لا، ممكن انكم تخدموا غير هذا الشكل هذا ديال الزيت. اذا الطريقه وهي كالتالي: غادي تجيبوا واحد ستيلو مثلا، ولا غير يعني بالعين انكم تراسيو من هنا من هذا الحد هذا ومن هنايا، وديروا واحد الخط هنا هكا صافي. وغتاخذوا هذا المورسو، ماشي غتقطعوه كامل، لا غادي تخليوه، يعني غتقطعوه غير هكا. وماشي من لابد انكم يكون عندكم شي ادوات، يعني مجهده ديال المعلمين باش تقطعوا هذا الشيء. اي حاجه متاحه، ممكن غير موس مثلا او تورنوفيس تقطعوا به هكا، ودوزوا من هنا ودوزوا من هنا. يعني من هنايا ممكن ديروا واحد 5 سنتيمترات، ومن هنا 5 سنتيمتر، وهذه الطول ديالها يتمشى هكا. يعني غادي ديروا هكا من هنا هكا. ثم غادي تحصلوا على هذا الشكل. اذا انا غادي نقطعها وغادي نرجع لكم. اذا الشكل كما كتلاحظوا معايا غادي يخرج بحال هكا. انتما قطعت هكا، قطعت بهذا يعني المقص. كاين الناس اللي ممكن ان يستعملوا مقص عادي، ممكن انك تستعمل غير تورنوفيس وتبقى تضرب هكا. المهم ما يهمش ان هذا الشيء يكون مشنتف هكا بهذه الطريقه. مازال غنوريكم الطريقه كيفاش باش ما يتاداش الارنب بهذا الحواف هذا. المهم غادي تخرج لنا على حساب هذا الشكل هذا. هانتوما هكا تخرج بحال هكا. هذه دابا راه كتبان لكم باللي راه باقي هنايا كاين تشنتيف وهذه، ولكن غادي تشدوا بانس هكا، وغادي تبداو هاد الحواف انكم تخرجوهم بهذه الطريقه. او كاين طريقه اخرى، يعني تدخلوهم لداخل باش ما يتاداش بتاتا الارنب ديالكم. يعني كيما بغيتوا ديروا الطريقه ديال الخدمه، كل واحد عنده الطريقه ديالو. المهم انا عطيتكم غير التصميم، وانتوما غادي ديروا الطريقه اللي بغيتوا هادو باش ما يتاداش. انتوما كما كتشوفوا غادي تنيوهم لداخل بهذه الطريقه. يعني باش الارنب ديالكم ما يتاداش بهذه الطريقه. راه هذا النوع من الحديد ما يمكنش ان الارنب يبقى ينجر فيه. انتوما كما كتشوفوا غادي يجي هذا الشيء لداخل هكا. من الاحسن انكم ديروا هاد التنيه بحال هكا
هانتوما لاحظوا معي، هانتوما واخا يبغي ياكل ما غاديش يتأذى بتاتا. عاود كذلك هاد الحواف اللي كتكون في الجنب هادي ثاني حتى هي تسطنا لداخل. عاود هاد الحواف كذلك هي ما غاديش ديروا فيها حتى 10 دقائق. 10 دقائق ممكن انكم تصوبوا بها علافة من الطراز الرفيع. وهادي خصمو غادي ديروا الكاج كيكون غادي هكا، عفوا كيكون غادي هكا الكاج سمو كيكون السلوكه. ممكن انكم هذا غير تنيو بهذه الطريقه خريب اليد ديالكم صافي. وهنا هذا غادي يتعلق هنا هادي كتعلق بهذه الطريقه هكا. هانتوما غادي نجربها لكم في يعني في وهذا الشيء ديال الزيت هكا من الاحسن تغسلوه يتغسل بحال هكا لان هذا ما غاديش يضر الارانب ماشي بحال هذا الشكل هذا هذا النوع ديال المبيدات الحشريه. الريحه كتبقى مجهده في 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 العلافه. وهذه العلافه ما تحاولوش ديروا فيها الماء، ما ديروهاش الشرابه لان هذا الحديد كيتصدى مع المده. هي صالحه علافه 100% تصلح يعني بواحد الطريقه يعني مشروع. واخا ديروها ما مشروع كاع وتبقاو تبيعوا بحال النوع من العلافات وراها خدامه 100%. اذا انا غنجربها معكم في الكاج وغادي تشوفوا كيفاش غادي قبل عليها ان شاء الله الارنب. اذا كما كتلاحظوا معايا انا يعني درتها في الكاج. هنا جاتني واحد شويه عريضه هاد المسافه من هنايا لهنايا جاتني عريضه كما كتشوفوا معايا. حاولت نقص منها واحد 5 سنتيم منها و 5 سنتيم منها على حساب هاد الفج باش تقدر تدخل هنايا لان هنايا جاتني ما درتش حساب لهاد السلوكه هادو. المهم نتوما شوفوا على حساب الكاج ديالكم نتوما كما كتشوفوا هي دخلت في هاد الجهه هنا نتوما من الجهه الاخرى هاو كتبقى معلقه بهذه الطريقه. ما يمكنش ان الارنب يطيح لانها ثابته بواحد الطريقه مزيانه. هانتوما كما كتشوفوا انا غادي نحط له هاد السيكالين غادي نشوفوا التجربه كيفاش غادي. وهنا العلو تقدر ديروا العلو اللي بغيتوا هانتوما هانتوما راه باقي ما شافش السيكالين. انا نقربوا هانتوما يعني راه باقي ما شافش السيكالين ولكن راه غادي غير يشم الماء راه شبعان شي شويه هانتوما نعطيته في الصباح ياكل ثم ياكل بهذه الطريقه ثم وهي راه جايه في العلو ديالو راه مزيان هانتوما راه شبعان لان راه كلا من العلافه ديالو. هذه العلافه الاصليه اللي كتحط هنايا ثم كما كتشوفوا هكا ولكن هكا علافه هانتوما جايه قدو تماما. تقريبا الطول ديالها فيها واحد نقولوا شبر كافيه انه ياكل منها مزيان. الحقيقة أنا كنظن أنها في المتناول ديال الجميع. ممكن أن أي واحد مثال بالنسبة للمرأة يعني الرجل يقدر يصوبها بطريقة سهلة وتا المرأة تقدر تصوبها أنها شي حاجة أو بدا كيشم في الأخر السيكالين نتوما. كاينين علافات من هذا النوع هادو هما راني دايرهم هنايا هادو العلافات دوريجين يعني كتخرج يعني الانثى وكتاكل من هي بلاصه الولاده وهي بلاصه ديال العلافه. هنايا كاين العلافات ديال هذا النوع هذا كما كتشوفوا هادو علافات دوريجين ولكن كاين هذا النوع اللي درناه دابا في الحقيقه راه خدام 100% نتوما. طريقه سهله وبسيطه ممكن ان اي واحد يديرها حتى المراوات يعني المراه ممكن انها تشتغل غير تحاولي ما تاديش يدك بالاخر يعني ما تجرحيش لان كتكون ديك يعني الجالوق ديالها ممكن ان ياديك. ممكن تخدمي غير بشويه وديري بحال هذه الطريقه هذه راها علافه هانتوما كما كتشوفوا 100% ما غاديش تضيع ما غاديش تأذي الارنب ديالكم. هانتوما راه كيشم فيها هانتوما ها هو دابا عاد بدا كياكل.
انتما هو بدا باقي ياكل شفتوا انتما كلا منها بكل بساطه انتما راه كياكل منها يعني مثل هذه المشاريع هذه ممكن انكم ديروها كمشروع وبحال هاد القوارير ما يترماوش ممكن انكم تستغلوهم لهاد الاشياء هكا ماشي من لابد انتما ما كياكل هو هذا بعرف عرف البلاصه اللي غادي ياكل منها هذه قرعه ديال زيت الفران كيستعملوها الميكانيك بزاف بحكم العمل ديالي هذه كنخدم بها يعني ملي كملت لي كملت الزيت اللي فيها دابا غسلتها مزيان ودرت له فيها السيكالين يعني بواحد الطريقه يعني انيقه ومجانيه في نفس الوقت نتوما راه كياكل بحال انه دابا غادي يعرف البلاصه ديال العلافه كل ما يبغي ياكل غادي يمشي لها مباشره نتوما سبحان الله علافه انا كننصح كاع المربين يعني اللي كيكونوا عاد بادين ما يديروش واحد الطاسات بحال هكا وبقاو يديروا فيهم الماكله لا يديروا علافات بحال هادو كيلصقوا في, في, في يعني في الكاج ها انتما كياكل منها وما غاديش يأذي راسو لان ما درتولوش شي جهه اللي غادي تجرحو ها انتما كاع هاد الحواف حاولت انني نتنيهم هكا وممكن انكم تجيبوا احجام اخرى لما لا ديك العلب ديال الكاشير مثلا حتى هما ممكن انكم منين تكملوا من شي يعني قوطي كنسميه قوطي ممكن انكم ديروا احجام مختلفه من هذا النوع هذا النوع ديال العلافه الدوريجين حتى هما خدامين غير هما غاليين في الثمن ان كيجيو مع الكاج هادو ماشي بحال هادو اللي عادي غتصوبوهم ها هو دابا واخا كيضرب في هذاك العلافه راه مشدوده مزيان حاولوا انكم تفيكسيوها مزيان ها هو كياكل بكل سهوله الحمد لله اذا هذا هو الفيديو ديالنا حاولوا انكم تديروا شي حاجه تخدموها بيديكم حسن ما تشريوها هي دابا راه هذا النوع من من من, من القطير غالفانيزي يعني هو ما كيتصداش ولكن حاولوا انكم ما تستعملوهش يعني الارانب في المياه لان يعني مع المده هذوك المياه كتصدي هذاك يعني النوع ديال الحديد اللي مديور حاولوا انكم ديروا فيها ديروها كعلافه ما ديروهاش كشرابه لان انا جربت فيها الماء مع المده كتولي كتطلق واحد الصدى ولكن بالنسبه للعلافه خدامه 100% ان شاء الله اذا هذا هو الفيديو ديالنا هذا النهار كنظن ان انني نكون وصلت لكم الفكره شكرا على تتبعكم القناه والى اللقاء في الحلقه المقبله ان شاء الله.